السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. تحياتنا اليكم جميعا اخواني، ان شاء الله تكونوا انتم والاهل والعصافير تاعكم بخير. خاوتنا الاعزاء، راح نتحدثوا على موضوع يعني في غايه الاهميه بالنسبه للناس اللي تتعب وتجتهد يعني على مدار العام، يعني يرزقها رب العالمين انتاج يكون وفير. ولكن للاسف اخواني رانا قاعدين نشوفوا في السوق نتاع العصافير يعني في حاله مزريه، يعني حاله يرثى لها. تلقى انت مربي نتاع عصافير يتعب عام كامل، يخسر يعني الاكل، يخسر الفيتامينات، ويخسر كذلك المضادات الحيويه اذا كان مرض عنده عصفور او الى غير ذلك. من بعد في الاخر خلاص خوتي الاعزاء، واش يولي يدير؟ بلا ما ننساو النظافه، بلا ما ننساو تغيير يعني تغيير المياه. كاين مربيين محترفين يغير الماء كل يوم، كاين كذلك يعني اللي يراقب يعني البذور نتاعو. كاين يعني الناس تتعب بزاف بزاف على الفراخ نتاعها خوتي الاعزاء. ومن بعد في الاخير يروح يعني يلقى الشاري يعطيله مثلا في الكناري نتاع الموزايك يعني سعر ما عنده حتى قيمه وما عنده حتى اهميه، ما يجيبش يعني وما يغطيش يعني القيمه اللي خسرها المربي على الفرخ نتاعو ولا على الفاج نتاعو، باش في الاخر خلاص يبيع فرخ اخواني الاعزاء ب 200 الف وب 100 الف. هذا الشيء راهو عيب، وهذا الشيء راهو يعني ماهوش مشجع نهائيا، ما عنده حتى يعني قيمه بالنسبه للمربي المجتهد اللي يتعب على مدار العام، باش في الاخر خاوتي يروح يبيع فرخ كيما هذا اللي رانا نشوفوا فيه ب 300 الف وب 200 الف. هذا الشيء يعني راهو ماهوش مليح. انا بالنسبه لي خاوتي الاعزاء نعطيكم نصيحه لوجه الله، العصفور نتاعك اخي العزيز ما تبيعوش بالسومه اللي ما توفي يعني ما تغطيلكش المصاريف نتاعك. حنا رانا مربيين وعندنا انتاج والحمد لله هذه سنوات، وحنا نمارسوا في هذه الهوايه يعني الجميله اللي هي متنفس بالنسبه لنا كمربيين تاع عصافير، يعني عرفنا بها رجال وتعرفنا بها كذلك يعني على ناس كانوا في القمه اخواني الاعزاء الحمد لله فضل تاع رب العالمين. في الاخر خوتي الاعزاء باش هنا نروح نبيع العصفور نتاعي او يعني نبيعو بسعر يعني ما يغطيليش المصاريف، راكم قاعدين تشوفوا خوتي الاعزاء. انا نعرف المربيين يعني يخسروا بزاف بزاف على العصافير نتاعهم من المكملات الى غير ذلك، وفي نهايه المطاف يبيع عصفور كيما هكا خوتي الاعزاء، كيما هذا الكناري نتاع البلوستر يروح يبيعو ب 400 الف في السوق. يعني هذا الشيء يعني ماهوش مليح، خلاص خلاص. او يعني كيما هذا يبيعو يعني ب 500 ولا ب 450، ما صلحش خوتي الاعزاء. انا ننصح اخواني انهم يستحفظوا على العصافير نتاعهم، ما يبيعوهاش يعني بالاسعار يعني اللي تكون ماهيش كما ذكرت سابقا تغطي المصاريف نتاع العام. خويا يعود عندك انتاج يعني نتاع 50 ولا 60 فرخ، مدوا الواحد يعني يكون يعرف صاحب محل او الى غير ذلك حتى كي تبيع بالجمله راح تنجح. اما بالنسبه للناس يعني المبتدئه اللي تحب تدخل في هذه الهوايه باش تستفيد منها، يعني خويا ما تروحش تبيع العصفور نتاعك يعني ب 40 دورو، ما تبيعش الفرخ نتاعك، نخليها عندي نتمتع به، يعني يكون معايا هكا نسمع التغريد نتاعو كيما هكا خوتي الاعزاء. هذا الشيء يعني ممتاز بالنسبه لي انا، متنفس بالنسبه لي كمربي تاع عصافير. نحثوا خوتنا على انهم ينخرطوا في الجمعيات، يعني عندنا العديد من الجمعيات فيها ناس يعني الله يبارك راهي في القمه، نوجه لهم تحيه من هنا من هذا المنبر يعني اخواني. عندنا جمعيه نتاع الاوا، عندنا جمعيه كذلك نتاع الاواس اخواني، عندنا جمعيه تاع تيبازا، عندنا جمعيات يعني كثيره جدا تاع وهران. كاين بالنسبه لكل واحد وين يسكن راهو يقدر ينخرط في اي جمعيه اخواني تكون قريبه عليه او حتى تكون بعيده عليه، ما كان حتى مشكل. راهي تنظم الجمعيات يعني ايام تقنيه، تنظم الجمعيات كذلك مسابقات باش الانسان يرفع من المستوى نتاعو، بمعنى انه موش محتم الفرق الانسان يعني يحصل على انتاج غير باش يبيعو. لا، ما قدرتيش تبيع نخلي اخويا العزيز باقي الفراخ تاعي باسمي ندخل بهم للمسابقه. الفائده اللي راح نتحصل عليها هي انه تمتعت بالهوايه نتاعي وتعرفت بناس يعني طيبين، وهذا ريش راه عرفنا برجال خوتي الاعزاء. خوتنا ان شاء الله تكون يعني الصوره موضحه، ويكون يعني هذا الفيديو وصلت به الميساج لخوتنا اللي قاعدين يتعبوا وقاعدين يعني يجتهدوا على العصافير نتاعهم، باش في نهايه المطاف ما يروحش يطيش الفرخه نتاعو. تلقى خويا العزيز انت يا كناري جيبوسو او كناري فريزي او يعني بادوفان او اي نوع من انواع نتاع الكناري الجميل، يعني ما تروحش خويا تطيشو بزوز دورو، خليه عندك خويا. ممكن تكون غلطتي غلطه انه ما نخرطيش مع جمعيه من الجمعيات اللي ذكرناها سابقا، نوجه لها يعني مره ثانيه يعني التحيه ولها كل التقدير والاحترام. الاخوان اللي راهي قاعده تتعب ويعني قاعده تجتهد باش توصل المعلومات لخاوتنا. خاوتي ان شاء الله ما يكونش هذا الفيديو طويل عليكم، وان شاء الله يكون وصل يعني الميساج، تكون الرساله وصلت للجميع اخواني. نتمتع بالهوايه نتاعي خويا المربي، وما نطيش الفراخ نتاعي للي جا فراخ اخويا ما جابليش السومه اللي انا تعب يعني اللي انا يعني تمنيت اني نتحصل عليها، نخليها عندي خويا العزيز نتمتع بها، ما نكثرش برك لي كوبل باش ما يكونوش عندي فراخ بزاف. وهكا خويا العزيز تمتع بالهوايه نتاعك وما تحتاج لحتى واحد. خاوتنا ان شاء الله يعني نكونوا عند حسن ظنكم، اللي ما فهمش اي حاجه بالنسبه للفيديوهات اللي راني نقدم فيها يتصل بيا، واذا ما رديتش على خاوتنا راهو يكون الانسان عنده ظروف قاهره، لانه الانسان راهو عنده اهل، عنده عائله، عنده امور، عنده عصافير، عنده يعني
ألف حاجة. نتمنوا من خاوتنا أنهم يوسعوا صدورهم معنا ويحسنوا يعني الظن بنا، ما يتسرعوش فقط، لأنه راهي صرات عدة مشاكل بالنسبة لبعض المربين تصلوا بي وما هزيتش عليهم وما رجعتش عليهم في الحين. خاوتنا أنا راني مانيش نبقى حكم التليفون نهار كامل ونبقى نشوف، أنا راني نرد على خاوتي ونعاونهم بلا مزية. أنا قاعد ندير في هذا الشيء ماني رابح منه حتى شيء، اللهم إلا دعوة خير يعني من عند خاوتي. خاوتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.